حلو كل شيء حول اليوم هو يخدم رسالتي الروحية. أنا حلو هذه عندي نية، وهذا الشيء يخليني ما أقول الله الزمن الجميل قبل 30 40 سنة. إيش دراك الزمن الجميل بنتي ما عشتي؟ الزمن الجميل هو زمني الآن. التجربة صح الجميلة هي تجربتي الآن. فما صح تقول حتى الله لو يا تحتاج ربي تعديل أو تغيير فهو أفضل احتمال إلي. هو أفضل احتمال. أنا طيب اللي علي كإنسان، أنا اللي علي إني أبحث عن المعنى وراء الأشياء. إذا في شخص الحين بنت تسمعني أو شاب وهو لا يزال في بيت أمه وأبوه ويقول أنا أمي وأبوي ما يدعموني ويكسرون مجاديفي، ترى روحك، يعني إحنا نقول واحد من اثنين، إما الروح اختارت إنها تأتي أو الله اختار لك، بالحالتين اقبل بذلك والقى المعنى وين. شنو الرسالة إن هذه المرأة هي أمك، وشنو الرسالة هذا الرجل هو أبوك؟ إذن أعتقد أن المعنى وراء دقيقة الأشياء. إذا إيش قد